هاي مسجد أبو بكر في شو اسمه في المدينة المنورة، وقريب على السكن تاعنا في المركزية. هاي المنطقة الحلوة السياحية منيحة. هاي المسجد العمامة، هنا عندك مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هنا قريب على الفندق تاعنا عندنا هنا سما الماسي، قريب على الساحة. هنا ما شاء الله هي حرم إقبالنا، تقريبا مسافة جدا قريبة على فندق جوهرة الرشيد. تقريبا من هون لهناك بس شارع، شارع من هون لهناك بالضبط، يعني بس بين الشارع هذا والشارع هذاك ولا الفندق بحده هناك. هاي ابو جهاد بيحكي تلفون، هاي بتصور شو اسمه.